السلام عليكم اخوان ديالنا، تحياتي لكم جميعا. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الخدمات ديال لي فريزون ان شاء الله غادي تبدا في هذا الشهر هذا ان شاء الله يا ربي. نبرنا واحد المويطير هذا واحد الصديق ان شاء الله كيعمل لي فريزون، وان شاء الله الاطعمه بيتا غادا تكون هاد السيمانه ان شاء الله، ولا السيمانه اللي ما جا غادي يكون كلشي. غادي نبداو الطوم يعني دائما، هذا الطوم كنعملوه ساعه ساعه، وكذلك التوصيل يعني نتوما عارفين بلايا الدراري كيصادوا مسائل يعني الليفريزون نتوما عارفينها ان شاء الله يا ربي. اتصلوا غير على الرقم ديالي، هو اللي غيكون الرقم ديالي ولا الرقم ديال الاخ ديالي في المحل، انا غادي نخلي لكم لتحت. ونتمنوا من الله لهلا يحشمنا مع شي واحد. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.